بال ما فيك يا دنيا راحة البال، أصعب ما فيك البعد والترحال، وإزاي نداري الخوف من المجهول وقلوبنا تايهة وفيها ألف سؤال، إزاي إزاي يا دنيا. أجمل ما فيك براءة الأحلام، أصعب ما فيك الشك والأوهام، بين الأمل واليأس لينا حطام، والحيرة تسرق فرحة الأيام. أجمل ما فيك يا دنيا راحة البال، أصعب ما فيك البعد والترحال. أنا مين يا ناس ولا انتوا أصلا مين؟ انتوا الحقيقة ولا ناس تانيين؟ وازاي نشوف الأصل من الصورة، كل الوشوش غرقانة في التلوين. أجمل ما فيك يا دنيا راحة البال، أصعب ما فيك البعد والترحال، وإزاي نداري الخوف من المجهول وقلوبنا تايهة وفيها ألف سؤال، إزاي إزاي يا دنيا. لا هتقعد وهنفرش لها فرش جنبنا هنا تسترزع منها. قلتي مش هتقعد يا معلم. لا هتقعد. وانا قلت لا. وانا قلت اه. خلاص يا معلم خلاص، انا همشي دلوقتي ولما تتفقوا هباجي بكره، ما احبش اعمل مشاكل بينك وبين المعلمه. لا هتقعدي يعني هتقعدي. لا مش هتستني يا حبيبتي، يلا طريقك اخدك. بالسلامه يا حلاوه. لا 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 لا، هو فيه ايه؟ فيه ايه؟ فين؟ انا عارفه الاصناف دي كويس قوي، ومر عليا زي كتير بعدت شعر راس يا شاطر. حرام عليك يا معلم، ما انا غلبانه وقطر عيش وحش، مش كده ولا ايه يا معلم؟ مالكيش دعوه بالمعلم، خليكي معانا هنا. نجفه خلاص يا نجفه، انت هنا. تفتكر هينفذ الخطه بعد اللي سمعته النهارده؟ هينفذ وفي اسرع وقت. ازاي يا طارق؟ هو في جواز كده يعني يتم في يوم وليله؟ ما انا اللي راسم له الطريق، امتى وازاي؟ طب وندى؟ هيحطها امام الامر الواقع طبعا. دي هتبقى اكبر صدمه في حياتها. هو ده المطلوب. بس الخوف بقى ان الصدمه دي تخليها تتصرف بجنون، وده يبقى ضد مصلحتها. لا هيكون بقى ايه؟ سبق السيف والعازل يا ام نديم. مش فاهم. لا المهم انا اللي ابقى فاهم، انت بقى اطمني وحط البطن بطيخه سيف. ها مش ده اللي احنا عايزينه؟ خلاص اما نشوف يا طارق. هتشوفي كل اللي هيبسطك يا ام نديم. الظهر هيتأخروا. معلش بقى مضطرين نمشي،
لما يجوا قولي لهم ان احنا جينا. حاضر، بس لو كنتوا تستنوا شويه كمان. معلش عشان عندي مشوار. طب بألف سلامة. الله يسلمك. مع السلامة. عمو صفر وحشتني قوي. وانت كمان يا حبيبتي. ازيك يا طنط؟ ازيك يا روح قلب طنط؟ هو بقي جاي امتى يا عمو؟ كلها يوم ولا اتنين يا حبيبتي ويجي. بس البيت وحش قوي من غيره. بكره ان شاء الله ربنا يرجعه لك بالسلامه. مش عايزه حاجه؟ عايزك تكلم بابي وتقول له تعالى بقى عشان نبين نفسها تشوف. حاضر يا حبيبتي. السلام. مع السلامه. مامي فين؟ خرجت يا حبيبتي. وطنط ندى معاها؟ راحوا فين؟ ما اعرفش يا دناي. يعني كلهم سابوني كده لوحدي. يلا نمشي بسرعه قبل ما حد يشوف. ايه اللي حصل؟ الوليه مش طايقاني. مين؟ مراته؟ ايوه مراته. يعني طلع مش هو ايمن؟ مش عارفه اذا كان ايمن ولا مش ايمن. بقول لك ايه، يلا نمشي بسرعه قبل ما حد يشوف. غوزية غوزية تعال. ايه يا حبيبتي؟ معاكي 2 جنيه؟ ليه؟ اصل عايزه اشتري فراوله. وايه اللي فكرك بالفراوله يا حلو؟ نفسي هفتني عليها. حاضر يا حبيبتي. ادي 2 جنيه هم، بس اوعي تتاخري يا فوزيه. لا هوا وهرجع. اتأخرت كده ليه يا فوزيه؟ هو انا لحقت؟ بقول لك ايه، انا خايفه بقى وشايفه ان ملوش لازمه. ايه اللي انت بتقوليه ده يا فوزيه؟ معرفش، انا قلقانه وقلبي مقبوض. من ايه؟ من هروب نفسه. احنا مش هنهرب يا فوزيه، احنا هنتجوز وهنرجع البيت على طول. ايوه بس انا مش مطمنه يا اخويا. هو لعب عيال بقى ولا ايه؟ انا خايفه من اللي هيحصل بكره. انت قلبك عشتك دي يا فوزيه؟ لا. ولا انا كمان. يبقى خلاص. طب وبعدين؟ ولا قبلنا يا فوزيه، احنا اللي هنعمله ده هيغير كل حياتنا. ايوه بس انا برضه هفضل شغاله في بيتكم وانا مراتك. مؤقتا بس يا فوزيه. انا خوفي بقى لما يبقاش مؤقتا ويفضل الوضع كده على طول. لا مش ممكن طبعا. طول ما الخوف جوانا كل حاجه هتبقى ممكن. عشان كده بقى انا شايفه ان ملوش لازمه من الاول كده. انا بصراحه ما اضمنش نفسي. اتكلي على الله بقى ويلا. ده انا حاجز المأذونه يا فوزيه. يعني هروح اتجوز كده لوحدي؟ يعني ايه؟ يعني لازم حد من اهلي يكون معايا. وكيلي. انت عندك؟ امال طبعا. وما انت فاكرني مقطوعه من سجره ولا ايه؟ طب هو مين ده؟ جدي ابو ابويا، راجل كبير وعلى قد حاله، بس هيفرح لي قوي. ده نفسه من زمان اتستت وبطل خدمه في البيوت. يعني هيوافق؟ هيوافق امال، ويبارك كمان. طب يلا بينا، احنا مستنيين ايه؟ يلا. وبعدين بقى في الحكايه اللي مش عايزه تخلص دي. الله فهموني ايه الحكايه؟ ايه يا جماعه في ايه بس؟ حكايه ايه بس يا ماما؟ مالكش دعوه انت؟ انت مش كنت عايز تروح للنادي يا حبيبي؟ اتفضل روح. احسن برضو عن اذنك. مع السلامه. مع السلامه. طيب. نعم. شقه رشا لازم يدفع لها فلوس الاسبوع الجاي، والا صاحب العماره هيبيعها لحد تاني. طب انا في ايدي ايه بس اعمله؟ تتصرف وبسرعه. ما انا بعمل كل اللي بقدر عليه يا نايم. لا يا طارق، انت
المشكله مشكلتها والشقه شقتها ولا هيتصرف ابوها. انا مستعد يا بابا. قلت لك اسكت انت. بلا مستعده بلا مش مستعد. رد عليا. شوفي الباب. شوفي الباب يا بنتي. هعمل ايه بس انا؟ احمد. اهلا يا احمد. اهلا يا حبيبي. تعالى. خير في ايه؟ عاوز حضرتك في كلمتين على الفراد. عينيا يا حبيبي. مالك يا احمد؟ لا ابدا بس اصل انا سيبيه يا ماما يمكن مش عاوز يقول. لا ابدا ازاي؟ اصل تعالى بس تعالى. ايه في ايه؟ عاوز 300 جنيه. بس كده؟ هنا يا حبيبي ده انت تؤمر. اتفضل. ربنا يخليك يا عم. الف شكر. السلام عليكم. مع السلامه حبيبي. فين الوصل الحمد لله عليك؟ وصل وصل يا حبيبي. مش دلوقتي بكره بعد مش مهم. ربنا يخليك يا عم. طب سلام عليكم. مع السلامه. مع السلامه. جرى ايه؟ ايه؟ كمان بتدي له 300 جنيه؟ انت ايه يا اخي؟ بشغل مخي. بشغل مخك بانك تقول يا عم. ما اقدرش اخر له اي طلب. سيبي بابا المهم على راحته. اسم الله عليك يا بنت ابوكي. هو ده العقل الصحيح مش عقل امك. والله ما هيطير عقل امها الا انت. ماما ريحي نفسك وسيبي بابا. هو ده الكلام. ليه انت؟ ليه قريب قوي قوي قوي. كلها كام شهر كل حاجة هتبقى عادي العادي. بكرة تقولي جوزي قال. أيوة يا ريم. بقولك أنا كلمته بنفسي وسمعت صوته. أيوة لسه دلوقتي حالا. ده في مفاجأة كمان أكبر من كده. ده بعت لي صور مع واحد ألماني. صور المنتجات اللي هتوصل بكرة. أيوة. وبعت لي كمان صور شخصية له وهو في المصانع في ألمانيا. أيوة صور قدامي أهي. طبعا هبعتها لك حالا. ايوه انا كنت بس بتصل عشان اطمنك. اللي شفناه اكيد واحد شبهه طبعا. عبير موجود. هتكلمك ايه؟ ايوه يا ريم. مبروك يا بنت ابني. يا ابني الله يبارك فيك. اقول لك ايه؟ خلي بالك منها اصلها غاليه عليا قوي. في عينيا يا بابا. مع السلامه. انتوا بقى حاسبكم تروحوا الحاسه بيكم وانا هروح لطريقي هروح. ما تخليك معانا. ربنا هو اللي معاكم. خلوا بالكم من بعض يا اولاد. مع السلامه. مع السلامه. تحب نروح نقعد في اي حته؟ طب ليه؟ طب وهي مالها دلوقتي؟ ازاي مالها؟ مالها ونص طبعا، ليه ما تعرفش؟ تصوري نسيت خالص. كل اللي فاتكم عارفه انا بقيت بنتي وانا هبذل كل جهد عشان اساعدك. يا مراتي يا حبيبتي. يا ريت يا احمد، ده انا نفسي اعيش في حب وهنا على طول. عارف يا احمد نفسي استتب كده زي بقيه الستات ويبقى لي جوز وعيال يملوا عليا البيت. عارف يا احمد انا نفسي في ايه؟ في ايه يا فوزية؟ نفسي يبقى عندي شغال. يكون عندك شغال، بس اشمعنى يا؟ عشان احس ان انا كده ست هانم بحق وحقيقي، زي امك ومرات خالك، ما هو كل الستات الهواني اللي بجد كده لازم يبقى عندهم شغاله. يا سلام يا احمد، امتى الحلم ده هيتحقق؟ قريب قوي يا مراتي حبيبتي. مش يلا بقى؟ يلا. يلا. كنت فين يا؟ ردي عليا. خدت ليه يا بشرط الرقبه؟ الحقني يا احمد. محدش يتكلم معاهم دلوقتي. اشمعنى؟ لانها بقت مراتي. ايه؟ بتقول ايه؟ اتجوزتها دلوقتي حالا. في اي اعتراض؟ انت جننت يا واد انت؟ ما تقوليش واد تاني. ده انت اللي طلعت على وش الدنيا يا حماتي. ايه بس اللي غرقك؟ هي دي اللي غرقتني. غرقتني من اللي عملته. هي دي بتضربيني ليه بس يا ماما؟ انا ما عملتش حاجه غلط. انا اتجوزت على سنه الله ورسوله وخدت جدي معايا كمان وكيل.
زعل اكتر من الضرب لانك ولد مستهتر. مالكيش دعوه بيا خالص، فاهم ولا لا؟ طبعا مضايقك اللي عملته عشان هيوقف سن الفلوس اللي كان بتنطر عليكم، مش كده؟ حقيقي بقى انا مش لاقي اي كلام ارد بيه عليك. هترد تقولي ايه؟ ما خلاص. ايوه خلاص فعلا كل شيء انتهى. اسمع انا مش عايز اسمع صوتك بعد الدقيقه دي، فاهم ولا لا؟ انت مش مقتنع اللي عملته كله صح؟ طبعا صح. يبقى خلاص اتفضل اطلع بره البيت. انت بتطرديني من البيت يا ماما؟ ايوه بطردك. امال عايز تعيش انت وهي هنا؟ لا يا ستي ندى، هو اللي يعيش هنا وانا هاخدها واخرج من هنا. مراتي مش هتعيش الا معايا واللي عاجبه بقى. احنا بقى مش عاجبنا، ايه رايك بقى؟ اطلع بره وخدها معاك. انا مش خارج من هنا، ده بيت انا. لا يا استاذ، اللي فهمك كده غلطان، ده بيت خالك وان كنت ناسي افكرك. لا فاكر كل حاجه وفاهم كل حاجه كويس قوي، فاهم ان البيت ده اشتريتوه بفلوس ابويا اللي امي اديتها لكم وبعتني. قلت لك اطلع بره. وانت يا ابليه يا وش النحس يا خربت البيوت يا سهنه، ما توسخيش ايدك انت يا ست نادى، سيبيها لي انا. انا عايز افش غليلي فيها، افش غليلي فيها. ليه يا امي؟ انا ما عملتش حاجه غلط، ده انا اتجوزت على سنه الله ورسوله، شرع ربنا يا امي، وهو اللي اتحايل عليا وخدت جدي معايا. اللي عملتيه ده يا بنت محدش يعمله ابدا ابدا. سرقتيني وغدرتي بيا وخنتيني يا بنت بطني، خنتيني. كفايه يا سعديه خلاص بقى، هما الاثنين مالهمش وعار في البيت بعد الساعات. انا مش خارج من هنا، مش خارج، واللي مش عاجبه بقى هو اللي يخرج من بيتي. بيت ايه يا ابو بيت؟ انت بتعيدها تاني يا ولد؟ وتالت ورابع وخامس، اما كنت اخرج اخوك ومراته بحكم محكمه ما بقاش انا. طيب وريني بقى انت هتخرج دلوقتي ولا لا؟ خلاص يا احمد يلا بينا، ادام مش عايزينك بقى يلا. اخص عليكي وش المصايب خربت البيوت، اطلعي بره اخص. انا ما كنتش متخيله ان ده كله يطلع منها، انا الحق عليا اللي لميتك هنا. اتفضل اطلع بره. انا خارج بس بكره تندموا على خروجي. عاوز هدومي؟ حاضر. امك هتموت فيها كده وبقابلني لو عشت يوم واحد مستريح بعد كده. مش عايز حد يتكلم معايا خالص. انت اكيد اتجننت، اكيد حد عامي عينيك. لا وانت الصادقه، ده مفتحين عينيا مش عاميينها. اتفضل خد هدومك اهي. استنى انا عايز اعرف انت اتجوزت ازاي. اتجوزت عند مزوم طبعا زي ما الناس بتتجوز. وازاي جوزك كنت في السن ده؟ انا هوديه في داهيه هحبسه. ليه؟ هو انا عيل؟ انا راجل كبير وكبير قوي كمان، بس انت اللي مش مصدقه ده. طب يلا بره بره. انا هخرج بس لو خرجت مش هرجع هنا تاني، خليكي فاكره الكلمه دي كويس قوي. انت بتهددني؟ بتهدد امك؟ امي دي اللي صرفت فلوسي على خالي، امي دي اللي بتطردني من البيت دلوقتي، ولا نسيتي؟ يبقى خليها تنفعك. انت عاوز ايه اكتر من كده؟ عاوز ايه؟ كفايه عليك، حرام يا اخي، امك هتطب ساكته قدامك، يا تخرج يا تقعد ساكت. ارحم امك عشان ربنا يرحمك. يلا فوزي. سامحيني يا ام. لا لا يعني همشي وانتي غضبانه عليا. امشي امشي. يلا يا فوزي. شككوه فيا يا ريم، عمو بينتقم مني صدقيني. ربنا يسامحه ربنا يسامحه. سامحيني يا ست ندى. وانت ذنبك ايه؟ انت حالك زي حال. انا ماشي وقلبي معاك. تمشي ليه؟ وانت ذنبك ايه؟ سيبيها هي هتتخبط في المقاس مع احمد. احمد ريم لا خليكي خليكي. افتحي سعادة افتحي. الساعة
تجاوبوا الصور؟ أيوة. هنروح فين دلوقتي؟ تعالي نروح لعمي. لا. ليه لا؟ انا بصراحه بقى تعبانه قوي ومش طايقه اشوف حد ولا اتكلم مع حد غير معايا. طب نعمل ايه بس دلوقتي؟ نروح لوكان. ما فضلش معايا غير 150 جنيه بس بعد ما دفعت فلوس المأذون. طب ومال؟ نروح لوكان ده على قدنا كده لغايه لما نرتب امورنا. بس انا ما اعرفش. انا اعرف. طب هي فين دي؟ تعال تعال معايا. يلا بينا. اذن الشحن موجود فعلا وطالع من المانيا. الحمد لله ان احنا اطمننا عليه. ايه مالك؟ تعبانه شويه. ليه خير؟ احمد ماله؟ اتجوز فوزيه بنت سعدي. ايه؟ ازاي؟ اسمتي ونصيب. وهو فين دلوقتي؟ طردته هو وهي. لا يا دكتوره اسمحيلي، كده يبقى اكبر غلط. بالعكس بقى، كده اكبر صح. خليه يحتك بالحياه الحقيقيه وخلي اللي غيره ينفعه. هو في حد ورا الموضوع ده؟ طبعا. مين؟ امها؟ لا دي غلبانه، دي مطهونه اكتر مني. امال مين؟ عمه للاسف. معقوله؟ اللي مش معقول دلوقتي هو اللي بقى معقول خلاص. ويعمل كده ليه؟ مصلحته ايه؟ طبعا في فلوسه، بعد امه ما ربته وكبرته وحافظت له على فلوسه عاوز يروح له. جوزي الله يرحمه ويحسن اليه كان دايما يحذرني منه. طب وانتي هتسكتي وتسيب ابنك؟ هتعمل ايه يعني؟ تعمل كتير، تحتوي ابنها مش ترميه علشان عمه يحتضنه ويبقى هو السدر الحنين. صح، انا ازاي فاتتني الحكايه دي. طيب الاقيه فين دلوقتي؟ اهدي بس يا ندى، هو كل ما يشوفك ضعيفه قدامه كده هيطمع اكتر واكتر. هيطمع في ايه بس؟ في كل طلباته. اسمعي بس كلامي، هو راجع. راجع صفا، الجواب ده جالك انت ساعه ما كلمتك؟ اصل الورق كله معلوش اي تاريخ. الجواب ده ما كانش عندك قبل كده يا صفا؟ عيب يا مدام ريم. مين راح زوده؟ تمام. مين مع حضرتك؟ انا والمدام. اهلا وسهلا. اتفضل. ودي عامل ايه بيها؟ دي استماره بيانات حضرتك المال. البطايق وياسين الجواز لو سمحت. سلام. اتفضل. قسيمه؟ لا الحقيقه اصل احنا لسه متجوزين من ساعتها. وانت عارف حضرتك الحاجات دي يعني بتاخد اسبوع يعني. اسف. يعني ما اقدرش انزلكم. لا لازم تقدر. اقدر ازاي؟ احنا ضروري ننزل النهارده هنا. ما انا ما عنديش مانع، اهلا وسهلا بيكم. امال ما تقدرش ايه؟ يعني ما اقدرش انزلكم انتوا الاثنين في اوضه واحده. امال ممكن احجز لكم اوضتين؟ طب احجز. اوكي. اوضه 301 أوضة 319. بس دول بعاد عن بعض قوي. كده احسن. في اي اعتراض؟ لا ده كده جميل خالص، احنا متشكرين قوي. شكرا عم سيد. نعم. وصلهم الاوض لو سمحت. حاضر. 301 319. حاضر اتفضلوا. قال ايه بعاد عن بعض قوي؟ امال عايزني الزقهم في بعض يا مفتح؟ فاكرني اهبل
تفضلي هنا. اي خدمة؟ شكرا. بعد خير. قدام القهوة. عجبك اللي انا فيه يا ماما؟ معقوله؟ يلا. انا مش زي ريم، وانا مش عارفه ابني فين ولا جرى له ايه. هيجرى له ايه يعني؟ جمدي قلبك شويه. بالعكس بقى، دي الفتره اللي بيمر بيها دلوقتي، هتعلمه وتخشله شويه. مش قادره، مش قادره يا ريم، مش قادره. يعني اللي انت بتعمليه ده هيحل حاجه دلوقتي؟ من نارها يا ست ريم، ربنا ما يحكم عليكي باللي احنا فيه ده يا زينب. والله ما انا عارفه اعمل ايه ولا ايه. بس ايه يا ريم؟ ما انتي اطمنتي خلاص على ايمن، في ايه تاني؟ لا يا ندى، انا شاكه في الجواب ده. تاني يا ريم؟ راجل اقسم لك وصفت عمره ما بيكذب ابدا. مفيش اذن شحن من غير تاريخ يا ندى. مش يمكن صفت بيعمل كده علشان يريحنا لغاية ما يرجع أيمن؟ ريم أنا تعبانة، تعبانة قوي. خلاص خلاص نامي انت. وانت؟ لا أنا هفضل صحية جنب نيفين. ليه مالها؟ أبدا سخنة تاني. معقولة؟ أيوة، وطول ما هي نايمة عمالة تقول بابا أنا عايزة بابا. ربنا رجعه لها بالسلامة يا ست ريم. أجي معاكي؟ لا لا لا، ريحي انتي وانا هفضل جنبها. انا لا هعرف انام ولا احط راسي على مخدة. روحي نامي وانا اسهر معاها. وانا هفضل نايمه يعني؟ انا مش جايلي نوم خالص، انا اللي هفضل جنبها. يلا بقى ريحي انتي. ايه سعدي، ما تقومي تنامي انتي كمان. لو ست ندى نامت هبقى نام انا يا ستي. تصبح على خير. كنت من أهل الخير. فوزية افتحي. انت ايه اللي جابك هنا؟ جيت اطمن عليك يا فوزية، انت بتهيط ولا ايه؟ مين قال لي؟ معقولة يا فوزية؟ قعدت احنا بالفلوس والعربية وفي الشقة، وقلت ربنا هيتوب عليا من الخدمة في البيوت، لقيتني مرمية هنا في الأوضة الواحدة.
ساعة قلت لي دول بعاد عن بعض قوي. انت بتستهبلني يا ابني؟ ده انت لسه حاجة عيل. ما تقولش عيل كده. طب يلا يا زين الرجالة، انت والصنيورة بتاعتك هنروح فين؟ بره يا عروسة، ده اوتيل محترم ولا حد قال لكم كده؟ العنوان غلط يا عرايس. لا مش هنخرج. وبعد ما تطلعت هتخرج والا هجيب لك البوليس. بوليس دي دي مراتي. وبعد ما تطلعت عم سيد تمام، اطلب البوليس وقول لهم لقينا واحد في اوضه واحده. حاضر يا فندم. لا ابوس ايدك. شفت اهي المدام خايفه يا سيدي الرجاله. تقدر تقول لي خايفه من ايه؟ من فضايح. فضايح ليه يا فوزيه؟ ده انت مراتي. معلش ورق يا احمد. تبقى تلايموها بقى وتتكلوا على سكة السلامة بدل ما أعاكوا في تخشيبة الندامة. طب ممكن تسيبها هي تنام الصبح وانت يا نونو حاجة نام على كرسي قدامك. إذا كان كده ماشي، اتفضل معايا. اتفضل. ليه؟ عشان حضرتك سايباني على طول لوحدي، ما بقيتيش تقعدي معايا زي الاول. معلش غصب عني. مش كفايه بابي مش موجود؟ بابي هيرجع على طول ان شاء الله. بابي فين يا مامي؟ بابي يا ريتني اعرف ارد عليكي. بابي مش هيرجع يا مامي. لا اسكتي. أرجوك قولي الحقيقة يا مامي. لا يا حبيبتي، بابي هيرجع وهنعيش سوا زي ما كنا عايشين زمان. يا ريت يا مامي، أنا بحبه قوي وبحبك أنت كمان. وأنت كمان يا حبيبتي، أنت أغلى من عيني. يلا يلا نيم. يلا أنا عايزك تطمني. الو، ايوه موجود. دقيقه واحده. مين؟ الجورنال يا ست ريم. الو، صباح الخير يا فندم. طبعا شغاله في الموضوع ده، هيطلع موضوع خطير جدا. معلش خليها مفاجاه بقى، بعد بكرة بكتير هيكون عند حضرتك. طبعا عن شخصيات السوق. لا تمام، اي شخصية منهم ممكن يتعمل عنها مقالات كتيرة جدا. طيب يا فندم، حاضر، مع السلامة. راح هناك برضو؟ لازم استريح. وهتسيبيني في الحالة اللي أنا فيها دي يا ريم؟ أنا في حال ربنا اللي يعلم بيه. طيب خلي بالك من نفسك ومن مراته. ربنا يستر. مرات مين يا ست نادى؟ دي حكاية طويلة يا سعدية. اعملي لي قهوة قبل ما أروح المشوار اللي راحه. حاضر.
صباح النور. هي المعلمة؟ ما تخافيش عادي ما جاتش. بعدين تيجي. احنا بنسرق. يعني تعملها حكاية بقى ولا؟ هي عصبية شوية لكن تنزل على فشوش. انا عارفها كويس دي عشرة عشر سنين. متجوزها بقالك عشر سنين؟ ايه شوف انت بقى. وماله؟ ان شاء الله تعيشوا مع بعض العمر كله. اخلي الواد يفرش لك الفرشة ولا تشربي شاي الاول؟ انا عاوز اسألك سؤال. سالي يا اختي ومال. انت تعرف واحد اسمه ايمن؟ ايمن ايمن ايه حكايه ايمن دي؟ ليه كفالة شرف فيه ايه؟ في واحد سالني عليه قبل كده. ماله ايمن ده؟ سرق منكم حاجه لا سمح الله؟ لا 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 ابدا. انا بس اعرف ان هو يعني كان مسافر يجيب ثلاجات حفظ خضار وفاكهه ليك. ليه انا الكلام الفارغ ده؟ ولا في حاجة عندي بتبيع زي ما انت شايفة. مين اللي قال الكلام الفاضي ده؟ هو انت تعرفيه؟ لا 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 انا هو جوز واحدة صاحبتي. انا سمعته هو بيقول كده. الحكاية دي مش مريحاني. انت قاعدة يا اختي تتسير هنا وعملها لي مكلمة؟ ما صدقت اني مش موجودة وفردت قلوعك؟ ها؟ انا مش قايله لك ما تهوفيش الناحيه دي ابدا. خلاص بقى دي بنت مسكينه حرام عليكي. دي مسكينه دي يا معلم؟ دي ساهيه ويا ما تحت السواهي دواهي. خلاص يا معلم انا مش هقرب بعد كده ناحيه المحل خالص. هقعد بقى ايديا يرضيكي. يرضيني تخرجي بره السوق خالص؟ لا بقى انت كده زودتيها. تقعد بعيد وخلاص. ايوه ما تهوفش الناحيه دي. حاضر. ما تكلميش المعلم خالص. مش هكلمه خالص. حاضر حاضر. هنروح فين دلوقتي؟ اروح للمأذون استعجل اسئله. ما قالك في المحكمه يا احمد؟ طب هنعمل ايه بس؟ معرفش. اتصرف. مش انت الراجل؟ طبعا انا. خلاص شوف لك حل. نروح لعمي. انا لا. يعني ايه؟ يعني روح للوحده اتفاهم معاه. هتفاهم على ايه بس؟ قول له ان احنا اتجوزنا وشوف هيرضى يقعدنا عنده ولا لا. لا يا فوزيه عمي ده حاجه تانية خالص. اكيد هيوافق. خلاص روح وجرب. طب واسيبك انا لوحدك؟ يا سيدي ما تخافش. قول للراجل ده ان انت هتروح تجيب قسمه الجواز وتيجي على طول. مش احسن ما نتبهدل احنا الاثنين؟ صح. طب تفتكر هيوافق؟ وروح بقى وجرب. زي ما تربطيه ترجعيه. انت مسؤوله. انا المسؤوله ولا انت يا استاذ؟ رد عليا. انا برضو انا رميت ابني في الشارع ومعرفش هيعمل ايه ولا راح فين ولا معاه قرش ولا معاهوش. انت عايز منين ايه يا اخي؟ انت من يوم ما دخلت حياتنا وانت بوظتها دمرتها ودمرت حياه ابني. حرام عليك. انت عايز تبني ملاكي عليا ولا ايه؟ لا ما تحاوليش تغيري الموضوع. انا عايز ابن اخويا دلوقتي حالا. فاهمه ولا مش فاهمه؟ طبعا مش فاهمه. لان كل همها دلوقتي تلزق فيك تهمه ابنها اللي ذنبه الوحيد في الحياه انه ابنها. بس الحق عليك انت يا طارق، لو كنت سمعت كلامي من الاول واخدته من زمان كان زمان اتربى احسن تربيه ولا اتبهدل واتمرمط وساب بالشكل اللي هو سايب بيه ده. بقول لك ايه يا ستاتي، انا مش عايزه منك ولا كلمه زياده. انا اللي فيها مكفيني. امال جايه هنا ليه؟ جايه اشوف ابني هنا ولا لا؟ ابنك مش هنا يا ست هاني. مش هنا. دوري عليه في حته تانيه. فين هو احمد؟ فين بتدوروا عليه ليه؟ الست هاني طردته في نصاص الليالي وجايه تدور عليه هنا. ايه اللي حصل يا مرات عمي؟ وانت بتشعل ليه؟ ارجوك يا بابا انا
عايز اعرف السبب بالظبط. اتجوزي الشغاله بتاعته. أقولة اللي حصل يا ابني والسبب في ده تاني يا ندى تاني. انا ما اسمحلكيش. تسمحلي ولا ما تسمحليش، اللي حصل حصل وخلاص، وبدل ما انت واقف تزعق كده انزل دور معايا عليه. انا ما دورش. ليه؟ مش ابن اخوك وانت فاتح له حضنك اليومين دول؟ انا هدور معاك يا دكتوره. فين يا ابني؟ في اي حته، في الكليه عند اي حد من اصحابه. مش ممكن اسيب احمد في الظروف دي ابدا، ده ابن عمي على فهم اخويا بالظبط. ربنا يحميك يا ابني، ربنا يحميك. انا مش عارفه انت ابن الناس دول. نادى اتفضلي اخرجي بره البيت ده. ماما ماما مسحش كده. اسكت انت. اسكت ازاي؟ دي مرات عمي المرحوم. اي مكان هتفضل برضو مرات عمي. يلا يا دكتور خلنا عنك. انا هسمح لك تخرج عشان خاطر احمد بس، لازم تلاقيه، واذا لقيته هاته على هنا، ما تخليهوش يروح البيت اللي انطرب منه زي ما ابوك انطرب منه قبليه. واذا ما لقيتوش انا هبلغ البوليس وهقول ان الست دي هي السبب. مش جايز يكون عمل حاجه في نفسه؟ لا لا لا، ده عيله يعملها. يلا يا نادين. الزهر قربنا قوي قوي قوي، بس الخوف بقى ان لما تقابله يتغير. لا لما يوصل انا اللي هغيره. بس يوصل. هيوصل وحقيقي انت ما جاش من امبارح. لا لا تلاقي عندي اي حد من اصدقائه. هيجي هيجي بأسرع ما تتصوري. طب أقول لك على مجهولة الليمون البلدي. صباح الخير يا بنت العالمين. صباح الخير. صباح الخير يا فولة. صباح الخير يا معلم. ايه كله تمام؟ كله تمام. بحسك يا معلم لسه ما استفتحتيش. كمان شوية ربنا ينزله يا معلم. الله تكل على الله، ربنا معاك وربنا إن شاء الله هيرزقك. يخليك لنا يا معلم. معلم أيوه، كنت عاوز اسالك سؤال كده يعني من غير زعل. ولا يهمك، اسال اللي عاوز تساليه. انا كنت عاوز اسال على العلامه اللي في وشك دي. احلامنا قدره وجريئه تجرح قلوبنا الرقيقه وتشدنا القلب توها بين الخداع والحقيقه. احلامنا قدره وجريئه. احلام قلوبنا الكبيره مش قد حرمان وحيره، وسنين حياتنا الجميله ليه تبقى للخوف اسيره؟ ليه تبقى للخوف اسيره؟ احلامنا قادره وجريئه تجرح قلوبنا الرقيقه وتشدنا القلب توها بين الخداع والحقيقه. احلامنا قادره وجريئه. الرد تاه من سؤالنا والصبر تاه احتملنا، لكن مسيرك يا بكره عالماضي كله تجاوبنا، عالماضي كله تجاوبنا. احلامنا قادره وجريئه تجرح قلوبنا الرقيقه وتشدنا القلب توها بين الخداع والحقيقه. احلامنا قادره وجريئه.